أخبار اليوم. ميكانيكية ازاي يا اسطى؟ ميكانيكية هي متعلمة من النور يا بتاع المدارس، يعني الموتور قفش، جسمه كله وقف، مفيش غير مخه بس هو اللي شغال. مسرح الشارع فكرة قديمة جدا، أساسها راجل عظيم اسمه أوجست بوال. الراجل دوت من بيرو من جانب البرازيل. الناس دايما بتخلط في بلدنا ما بين مسرح الشارع ومسرح المتجول. مسرح المتجول ده عدة محترفين بيتنقلوا من مكان لآخر بيبسطوا الناس لمدة وقت معين، ولكن مسرح الشارع بيعتمد على مواهب الشارع اللي انت بتخرج فيه العرض، مواهب المكان اللي انت جايبها جاي منه. كل القائمين على العمل في العرض من أهل المكان، سواء مساعدة إخراج، سواء هندسة صوت، سواء كله جهود ذاتية. إذا كله جهود ذاتية، الإنتاج نفسه إنتاج شعبي، الناس وقفت جنب بعضها وجابوا لنا الفراشة، وقفنا جنب بعض وعملنا الملابس والديكور. أستاذ نريمان نادي المهندسة الديكور اتبرعت بجزء كبير من الديكور من عندها من بيتها. اسمي أحمد عواد، أنا صاحب المحل الحلاقة. أنا راجل عامل نفسي إن أنا فاهم في كل حاجة، وأنا ما فاهمش في أي حاجة، وتملي بصدق اي كلام يتقال، وتملي اي حد يقول حاجه بردت عليها. اسلام حبيب، انت اول مره اسلام تمثل واول مره تحط اول مره شارك مع اسلام سعيد، ما شاركتش في التجربه اللي فاتت. انت عجبتك الفكره واستهوتك؟ حسيت انك هتلاقي نفسك فيها؟ طبعا، وانا كنت معاها انا لوست ابراهيم الميكانيكي اللي كنت في العراق، ورجعت في الفترة بتاعت أمريكا والقلق، ورجعت من غير ولا جنيه برضو. بعد ما عملت فلوس رجعت من ولا جنيه، رجعت ميكانيكي زي ما أنا عايش بقى على الفتي والتأثر بصدام والحكايات، وكله ما لوش أي أساس بالصحة، يعني كله أي كلام. محمد الراعي. كان دورك إيه يا أستاذ محمد؟ كان دوري وحيد، شاب مثقف ثوراجي من بتاع الجيل بتاع اليومين دولت، اللي هو جاي بيقول رأيه اللي هو شايفه اللي هو صح، مع راجل عجوز شايف الدنيا كلها ومش فاهم اي حاجة، وواحد ميكانيكي جاهل برضك مش فاهم اي حاجة، قاعد وسطهم هما الاتنين، حاسس ان انا في وادي تاني وهم في وادي تاني خالص. فأولا انا بحب اقول المسرحية دي احنا عاملينها عشان نقول احنا مش منطقة عشوائية، احنا منطقة شعبية فيها دكتور وفيها مهندس وفيها ممثل وفيها المخرج وفيها المطرب، يعني مش عايزين نبقى بعيد عن اي حاجة تانية، نبقى موجودين. انا مؤمن بان يعني ان المناطق الشعبية جواها الفنون كلها، ولما لقيت ان في مخرج في المنطقة متطوع ان هو يعني يكتشف المواهب دي، وانا يعني الحمد لله باللي اقدر عليه اللي قدرت عليه ان انا اقدر اجمعهم واوفر الاماكن اللي هم يقدروا يتدربوا فيها، ويعني واصنع بديل ليهم ان هم ما يقفوش ولا ان هم يحسوا ان الدنيا متعطله ضدهم. لا، طول عمرنا كده متدربين. احمد سعد وشريط احمد حجات في الفرقه. انت في سنه كام؟ في ثالثه اعدادي وثالثه اولى ثانوي ان شاء الله. انا عرفت ان انت كنت بتادي دور انك بتغني في مسرحيه شعبي وكده. انا كان ليا دور غنى في الفقره اللي احنا بنعملها في العرض. ايوه في العرض، انا ليا فقره في العرض نفسه. انت دي اول مره تغني فيها في حاجه زي دي؟ لا، انا اول مره اغني في المسرحيه، بس انا على طول يعني كان في فرح لقرايبي غنيت فيه، بس يعني حسيت ان انت صوتك كويس قلت اجرب. الناس كمان لما انا غنيت هناهوت الناس فرحوا قعدوا يسقفوا لي يعني. طب ممكن بقى تسمعنا حاجه من اللي انت غنيتها؟ ماشي، ممكن. وتالت من السطر، انا لو شكيت اللي بيا انا راح افلق الاحجار، اصعب على المؤمن واصعب على الكفار، اصعب على الوحش اللي ساكن الجبل والغار، اصعب على الطفل اللي في اللفه وهو لسه صغار. هاني سعد، لاعب منتخب مصر سابقا لكره الخماسيه والكره الشاطئيه. طبعا انت كابتن هاني استضفت ان يتعمل عرض مسرحيه فول سوداني عندك في النادي هنا في نواكي شاور المين التونسي، نظرا طبعا عشان الحاله الامنيه والتجمع والكلام ده كله، يعني ده جالك من منطلق ايه يعني؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا انت عارف ان الرئيس عبد الفتاح السيسي بيدعم الشباب وعايزهم ان هم دايما يبقوا قوه واحده ويبداوا يشتغلوا في كل حاجه في كل المجالات،